دكتور مصطفى، ظهر مؤخرا اخبار عن وجود تطعيم ضد كانسر عنق الرحم. سرطان عنق الرحم من الامراض الشائعه ما بين السيدات، ويعد من السرطان رقم 2 لدى السيدات بعد سرطان الثدي. معدلاته عاليه جدا، الاحصائيات بتشير الى اصابه تقريبا 500,000 سيده على مستوى العالم، وتقريبا نصهم او بالظبط كده 230,000 حالة وفاة على مستوى العالم بسبب سرطان عنق الرحم. فيما يتعلق بتوفير اللقاح ليه، في الفترة الأخيرة تم الحصول على أو تم تجهيز لقاح مضاد للفيروس المسبب أو المسؤول عن نسبة كبيرة من سرطان عنق الرحم لدى السيدات. ما هو متوفر لسرطان عنق الرحم هو عبارة عن لقاح أو تطعيم. إذن هو مسبب المرض نفسه، وهو فيروس يسمى الهيومن بابيلوما فيروس أو الفيروس الحليمي البشري، مسؤول عن نسبة كبيرة من سرطانات عنق الرحم. فتم تطوير لقاح مضاد ليه، فترتب عليه الحد إلى درجة كبيرة جدا من سرطان عنق الرحم. قلنا انه مرض منتشر، سهل الاصابه به لدى السيدات، وخصوصا في فتره النشاط الجنسي اللي هو فتره الزواج، او في المجتمعات الغربيه والمجتمعات الغير اسلاميه بيكون الممارسات الجنسيه لا تخضع لقيود. لابد برضو ان احنا نشير ان هذا الفيروس قد ينتقل من شخص الى شخص من خلال الاحتكاك المباشر بالجلد. هو كل ما هنالك محتاج بس جرح في جلد الشخص المصاب، مقابله جرح اخر او خدش بسيط في شخص اخر، يتم الاحتكاك بين الاثنين فينتقل. وهناك بعض العوامل اللي بتساعد، لان مش كل شخص او مش كل فتاه او سيده اصيبت بهذا الفيروس بالضروره انها هيترتب عليه اصابتها بسرطان عنق الرحم. يعني احسن طريقه للسيطره عليه هو الرعايه الطبيه السليمه والكشف المبكر عن المرض، لان اي مرض ان كان سواء كان السرطان او غيره، اذا تم اكتشافه في مراحل متقدمه ده بيعلي نسب النجاح وبيحقق نسب في الشفاء عاليه جدا. بنقول ان السيده المفروض انها طالما ان في لقاح توفر ليها بتاخده قبل الفتره اللي هي فتره النشاط الجنسي، اللي هي فتره الزواج. قد يكون عند الزوج فينقله ليها، فهنا لو هي دخلت المرحله دي متلقيه التطعيم ومحققه الحمايه، فبتقلل او يتكتن عدم فرصه انتقال العدوى ليها. وحضرتك التوصيات العالميه بتقول ان التطعيم المفروض يبقى تطعيم روتيني في سن من 11 ل 12 سنه. من 11 ل 12 سنه. اذا ما تمش التطعيم في الفتره ديت، فبينصح بالتطعيم في الفتره من 13 لحد 26 سنه بالنسبه للاناث، ومن 13 لحد 21 سنه بالنسبه للذكور. وفي هناك يعني ممكن تمتد الفتره دي بالنسبه للذكور لحد 26 سنه برضو. الفتره ديت فتره ما بتكونش وصلت لمرحله الزواج، وبتاخد الثلاث جرعات بتوعها، ثلاث جرعات اللي هم بتاخده على مدار 6 شهور. تيجي بعد كده بتبقى في مرحله الزواج نفسها محققه الحمايه والوقايه من المرض. اثناء الفحص العادي ممكن تكون السيده ما تعرفش هي عندها ايه ولا متصابه بايه، وعامله متابعه الحمل العاديه خالص، ولكن الطبيب بيجد، لان من ضمن برضو الاعراض الاصابه ديت ان في ليجنز او في حاجات بتظهر في منطقه في المناطق التناسليه، سواء كان عند الذكر او عند الانثى. لان احنا اتكلمنا في الاول وقلنا انه بيسبب ما يسمى بالصنطه او الورد عند في الايدين او في الوش او في سفلي القدم، وما ذكرناش انه في انواع منه بتسبب ما يطلق عليه الجينيتال وورد. والجينيتال وورد ده هو منه الانواع اللي بتتطور لسرطان عنق الرحم. الشركات المنتجه والجهات المنوط بها اصدار التوصيات وصت ان التطعيم المتوفر يبتدي عند سن 9 سنين لحد 26 سنه، ولا ينصح ب 27 سنه او ما بعدها. بس هذا لا يعني ان الدراسه او الامر هيقف لحد هنا، لا، بتتاخد فترات عمريه ثانيه ويبدا يتعمل عليها دراسه ويبدا التحديث في البيانات بحسب الدراسه.
فالناس لسه الفرصه ما توفرتش، ولكن يعني نكاد نؤكد ان ان شاء الله هيزيد هذا الحد وترتفع نسبه الاستفاده من التطعيم، وان كان هناك بعض الاقاويل اللي ترددت ما بين الشركات المنتجه ان قد يصل هذا الحد الى 45 سنه. نسبة كبيرة جدا من السيدات بتعاني من الورم الحميدي في منطقة في الرحم، اللي عندها ورم حميدي يفضل ان هي تاخد هذا الطعم؟ اللي عندها ورم في الرحم سواء كان بقى هو حميد او غير حميد، هل تاخد التطعيم؟ لا حضرتك ما ينفعش. احنا التطعيم ده خاص بحاجة واحدة، خاص بفيروس اسمه الهيومن بابيلوما فيروس او الهرمون الحليمي البشري. زي بقيه التطعيمات احنا بنقول ان التطعيمات ما بتتاخدش للناس اللي هم يعانوا من ضعف في جهاز المناعه، ما بتتاخدش للناس اللي هم بيخضعوا لعلاج لفترات طويله من الادويه بالادويه المثبطه لكفاءه جهاز المناعه، ما بننصحش برضه بتلقي اللقاحات اثناء فتره الحمل احتياطا وحرصا على ان فتره الحمل تمر بسلام دون تدخل بحاجه خارجيه من بره. اعتقد دي كل الموانع اللي قد يعني تقف حائل في طريق ان السيده تستفيد بهذا